اكسبورتينغ. كوبي قص كملت الفيديو متاعك صحيح ما تفرحش برشا توا الرسمي كملت السكريبت متاعك عملت تصويرك عملت مونتاجك توا البروموشن اوكي انت تو كملت الفيديو متاعك وتحبها اوف كورس تعملك المينيموم متاع الفيوز وكلا عادة هذه ماهيش وصفة سحرية انك تعمل مليون فيوز ولا 100,000 ساعات واحد يعمل بوز ما تعرفش عليه وساعات انت زادة بخدمة مزيانة تعمل بوز تنجم تعمل 100 فيوز وتعمل امباكت كبير لل 100 شخص هذوكم وتنجم تعمل ملايين فيوز وفيديو متاعك متشابه لشيء ونجم تكون الفيديو متاعك بيه ومتعملش فيوز جملة وانت ما عندكش زهر اما تصير من الاول هكاك على اليوتيوب وتدخل في الديبريشن ويصير فيك اه مش موضوعنا والحاجة هذه ما صارت ليش ما تبدأش تغزر لي هكاك الخطوة الاولى زينلنا الفيديو متاعك يا صاحبي عملها ثمب نيل مينياتور محترمة ومزيانة تصويرها واحد يشوفها من برا يقول اه نحب نشوف الفيديو هذا عندك انترفيو مع شخص فلوج تصويرها واضحة متاع انت في المكان هذا ولا متاع الشخص هذا ما تكسرش كرايمك تصويرها باهية وواضحة الخطوة الثانية اكتب عنوان مزيان وواضح انترفيو مع الشخص هذا انترفيو مع الشخص هذا مشيت للمالديف وكان سفر ياسر قوي وما تنساش الديسكريبشن متاع الفيديو متاعك جملتين خفيف نظاف تحكي على الفيديو الخطوة الثالثة سميتها الضربة الأولى الضربة الأولى وين تهبط الفيديو متاعك الضربة الأولى وين لازم تمس الماكس متاع الناس في الوقت القياسي الأولاني اللي هبطت فيه وأنا باش نقولها لك من تجربة شخصية من الأول كي بديت اليوتيوب شانل لميت 20 من صحابي قلت لهم كلكم تبارتاجيو الفيديو في نفس الوقت هذا وكنا بارتاجينا وفي وقت قياسي عملت 5000 فيوز اي 5000 فيوز حاجة كبيرة على الأخر ولو قلت لي ننصحكم بهم تهبطوا الفيديو متاعكم كان في وقت قراية في الويكاند وكان في عطلة كل يوم عادي وهذه كانت اخر فيديو اللي باش نقول فيها معلومة اكسكلوزيف وركز معها مليح انت تعلمت البيزكس متاع ستوري تيلينج متاع التصوير متاع الايديتينج توا انت حاضر باش تشارك في التشالنج والمعلومة المهمة حتى كان ما تربحش وما جيتش من الثلاثة الاولانيين الفيديوز الكل باش تهبطوا على اليوتيوب في بلاتفورم متاع جريدتي والفيديو اللي عندها اكثر لايكس كيف تربح برايس اما هذا نشوفوا بعض نبداو بالتشالنج قبل جود لك